المؤتمر الصحفي للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر في أول معسكر، أول بطولة، أول لقاء يقوده الكابتن حسام حسن يوم الجمعة القادم بمشيئة الله أمام منتخب نيوزيلندا. تعالوا نشوف كابتن حسام حسن قال إيه في المؤتمر الصحفي. بالنسبة لأحمد كوكا، هو كان عنده كلمة في ظهره في الاختيار. قبل ما اختاره كنت اتكلمت مع الجهاز الطبي المنتخب وجهاز الطبي مع النادي الاهلي، قال ان هي كدمه، مورد كدمه ما فيهاش اي موضوع شرخ او اي حاجه، وبيتمرن مع النادي الاهلي لكن ما شاركش في اخر مباراتين، لكن وجوده ان هو مش هيبقى فيه مشاكل. ونفس الشيء الشحات كان في اثناء التسخين، قبل ما حتى يخش في وحدات التمرين الرئيسيه، شعر بتقلص في العضله، ريحناه، اتعمل اشعاعات، دكتور ابو العلا عمل اشاعات ولقاه سليم جدا، بس لكن في تقلص في عضله اجهاد، فاصريت ان هو يريح، وانا مش عايز الاقي حد يكون في اي مشكله بالنسبه له في خلال الفتره اللي هي الاخيره اللي احنا قبل المباراتين بتوعنا. فحسيت ان هو يعني ممكن يكون عنده قلقان شويه، فحرصا مني على المشوار بتاعه مع المنتخب في المستقبل او مع النادي الاهلي في الفتره اللي جايه، او ناديه يعني بالتحديد يعني النادي الاهلي، ان هو ياخد وقته، والبركه في الناس اللي موجوده. واستدعيت مصطفى شلبي، وعايز اقول لكم حاجه، مصطفى شلبي يمكن الناس كانت بتتكلم، انا كنت زي ما قلت لكم في المؤتمر الصحفي الاولاني الاخير بالنسبه لي، كنت من الناس اللي هي حاططها في دماغي جدا، هو ودونجا وبعض اللاعبين ووفا بتاع انبي، وطبعا على راسهم اكيد زيزو والناس الموجوده اللي كنت اتمنى ان هي موجوده، زائد رمضان صبحي. لكن بالفعل يمكن مصطفى شلبي كان عنده مشكله، يمكن الناس الاعلاميين اللي موجودين في نادي الزمالك يعلموا ان هو لعب ماتش الجونه وقت قصير، يعني نتيجه ان الفريق محتاجه، لكن لعب في وقت قصير عشان خاطر في اصعب الظروف يكون متواجد. فالدليل ان هو كان عنده اصابه فعلا، وحتى لما استدعيته انا فاكر ان هو سليم 100%، لكن اتفاجئت زي ما انا قلت هو راجع من الاصابه لما قلت في المؤتمر الصحفي، وكنت اتمنى ان هو يكمل شفاءه وبعد كده يجي. فلما استدعيته لقيته عنده لسه ما كملش، اشتغل كامل معانا، يعني بيحاول يشتغل بشكل بدني، شغل بدني زائد ام جه وقت ده برضه الفتره اليومين اللي فاتوا، حصل سخونيه وعنده حصل حراره بالنسبه له وهو زي برد، لكن الولد جميل جدا من ناحيه الروح وعايز، لكن هو فعلا اكتمال شفائه من قبل ما يجي من الزمالك كان لسه مش موجود، لكن كنت مبسوط ان هو دخل في وسط المجموعه والظروف اللي حصلت ان الشحات اتعور، فدي لكن انا باكد ان هو كان فعلا رؤيتي كانت سليمه، ان هو كان لسه راجع من اصابه وبتكمل لسه شفائه معانا. بالنسبه لكوكا، اتمرن معانا كل التمرينات ما عدا اتفاجئ ان هو حس شعر بتعب في تعب معين في تقريبا في ظهره، برضه تجنبناه يعني في التمرين، لكن عندي كل المجموعه جاهزه، وحتى مصطفى شلبي ابتدى ان شاء الله يبقى يكون جاهز.